وردت تقارير عن استمرار انتشار الجراد الصحراوي في الجزء الشرقي من تيغراي مؤخرا، حيث صرح مستشار القطاع الاقتصادي في المنطقة الشرقية السيد أتخلتي أرفة أنه تم الإبلاغ عن غزو الجراد الصحراوي في العديد من مناطق شرق تيغراي. وبحسب أتخلتي فقد انتشر الجراد الصحراوي في بلدة قولو مخدة وفي محافظة إيروب. ووفقا للمستشار فقد انتشر غزو الجراد الصحراوي في مناطق أخرى في المنطقة الشرقية لتيغراي وتسببت في أضرار جسيمة بالمحاصيل. ولذا دعا المستشار أتخلتي جميع المجتمع والمهنيين والقادة السياسيين على جميع المستويات بأن يساعدوا في القضاء على الآفات من المنطقة لمنعها من التسبب في تلف المزيد من المحاصيل. هاي يريد يقولون على خلاله هكا كثير.